صباح الخير على كل المستمعين وعلى كل المشاهدين في كل مكان داخل وخارج مصر. النهارده معاكم حلقه جديده من برنامج ارتباط وطبعا زي ما عودناكم نتكلم ببساطه كده عن الموضوع بتاعنا احنا الحمد لله بنحاول قدر المستطاع نساعد الناس اللي عندها الجديه واللي عندها الامكانيات لموضوع الجواز في ان احنا نوجد لهم طلباتهم ورغباتهم. ده فكره البرنامج اللي احنا شغالين عليه من 2011 لحد دلوقتي والحمد لله بنحاول قدر المستطاع كل وقت نثبت للناس اللي بتتابعنا والناس اللي بتشاهدنا مصداقيه الامر من طرفنا ومن طرف الاشخاص اللي احنا بنعلن عنهم طبعا ببساطه جريده ارتباط هي الشكل الاساسي اللي احنا بنحاول نساعد الناس بنساعد الناس ازاي ان احنا النهارده بنحاول قدر المستطاع ان احنا نبقى متواجدين في كل محافظات مصر من خلال الجريده بتبقى موجوده فيها كل بيانات الناس اللي مشتركه معانا، طبعا بيانات الناس اللي بتبقى موجوده معانا بتبقى ملخصها بشكل بسيط هي كل واحد من الاشخاص بيبقى ليه حاله وتوصيف للحاله بتاعته، اذا كان اعزب بنقول اعزب، اذا كان النهارده هو مطلق بنقول إنه هو مطلق، اذا كان هو ارمل بنقول إنه هو ارمل. في نفس الوقت بنكتب عن الشخصية المحافظة اللي بينتمي منها إذا كان من صعيد مصر إذا كان من القاهرة إذا كان من الاسكندرية أيا كان المحافظة هي دي العنوان لكل شخصية من الشخصيات اللي بتبقى موجودة واللي بتبقى مشتركة معانا طبعا بنضيف لها بعض البيانات اللي هي المستوى التعليمي كل واحد مننا النهاردة بنذكر ليه مستوى التعليمي عشان خاطر في بعض الناس بتبقى حابه ان هي تتواصل مع نفس المستوى العلمي اللي هي عليه في بعض الشخصيات طبعا بنذكر الحالة الاجتماعية إذا كان دي, دي الكونية اللي بيبقى بتعرف كل واحد وكل واحدة من الناس اللي بتبقى موجودة معانا بنحط مثلا مواصفات كل طولية على سبيل المثال مواصفات للجسم طول وزن وفي نفس الوقت بنذكر رغبات البني آدم في الشخص اللي هو بيدور عليه وبنحط رقم تليفون كل اللي احنا بنتكلم عليه ده دي الشكل اللي بتبقى موجود في قلب الجريدة طبعا الجريدة بتبقى زي ما قلنا بنحاول قدر المستطاع ان احنا نساعد بيها الناس اللي النهاردة بتحاول ان هي تدور على شريك الحياة او شريك العمر فبالتالي هي دي الطريقة اللي احنا بنتبعها وهو ده المنهج اللي احنا شغالين عليه ان احنا بنجمع بيانات الناس اللي بتبقى عندها الجدية عندها الجدية يعني, يعني كل واحد النهاردة بيبقى مشترك معايا لازم النهارده بيبقى ليه ملف كامل عندي عباره عن صوره شخصيه ليه وصوره البطاقه وبتبقى الحاله الاجتماعيه اذا كان مطلق او اعزب او ارمل وده مذكور في قلب البطاقه خلاص يبقى تمام على كده لو ما كانش مذكور في البطاقه حاجه وهو على وضع تاني مثلا زوجته توفت او أنه هو مطلق ومش مذكور أنه هو مطلق فبنحتاج ما يثبت هذا الامر زي قسمة الطلاق أو شهادة الوفاة للزوجة وفي نفس الوقت بنبقى كل البيانات دي بنحتفظ بيها نفسنا عشان نبتدي لما ننزل بيانات شخص معانا يبقى احنا فعلا بنتكلم عن شخص موثوق فيه الحاجة التانية اللي احنا بنتكلم عنها ان بيبقى في اشتراك مادي للاشخاص دي عشان نبقى فيه جدية في الامر فبالتالي كل شخصية النهاردة بنساعدها بيبقى شخص حقيقي شخص فعلا موجود على ارض الواقع وعندنا ليه بيانات كاملة طبعا الجريدة احنا بننزلها على مدار شهري يعني بشكل مبسط احنا بننزل عدد كل شهر بيحتوي العدد على كل البيانات اللي بتبقى موجودة طبعا مش كل البيانات دي بتبقى موجودة بننزلها كل شهر مثلا بتبقى بيانات متغيرة في المبدا العام هو بنضيف عدد من الناس طبعا مش هيبقى مب... يعني مش هيبقى عدد كبير بس الى حد ما ما بيزيدش عن 10 20 حاله هم دول اللي احنا بننزل بيهم كل شهر بحيث ان احنا يبقى عندنا باستمرار في تجدد ويبقى في النهارده سهوله للاشخاص اللي احنا النهارده بنبتدي ان نحطهم تحت دايره ان هم نعرض رغباتهم على المجتمع اللي النهارده موجودين معانا وطبعا سعر الجريده بيبقى في متناول الناس كلها لان احنا النهارده بنتكلم على اصدار بيبقى موجود شهري وهو سعره بيبقى حوالي 30 جنيه. ده كده ملخص بسيط عن القصه اللي احنا النهارده بنحاول ان احنا نقصلها احنا بنبعد خالص عن الفكره اللي الناس النهارده عرفتها على مدار الفترات الطويله اللي فاتت اللي هي فكره ان احنا بنلجا لشخص وبنبتدي نقول بياناته عندنا ونبتدي نقول له دور لنا على كذا 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 فبندور في محيط الناس اللي يعرفها هذا الشخص اذا كان مكتب او اذا كان حد بيمتهن المهنه دي. احنا النهارده بنقص لفكره جديده هي فكره ان احنا النهارده نعلن عن نفسنا ونبتدي ندور على اشخاص تتناسب معانا في وسط المجتمع بتاعنا احنا طبعا يعني تعداد السكان بتاعنا كبير جدا وعندنا نسبه كبيره جدا من الناس اللي بترغب في هذا الامر فبالتالي بدل ما ادور في محيط الناس اللي بتبقى موجوده عندي هي فكرتنا الاساسيه ان احنا ندور برا الصندوق وان احنا نوصل للاشخاص اللي احنا عايزينهم وممكن الموضوع النهارده بلاقي الحمد لله على مدار شغلي وعلى مدار الفترات اللي فاتت ان بلاقي ناس كتيره جدا بتتوفق وبتبقوا محافظات بعيده جدا عن بعض يعني على سبيل المثال لسه في الفترة اللي فاتت دي كنت بعلن عن شخصية من سوهاج واخ تاني كان من اسكندرية اشترى الجريدة وبالتالي تواصلوا مع بعض واتفقوا على كل الحاجات ومن هنا ابتدى نطلع بره الصندوق هو ده المثل اللي احنا النهارده بنتكلم عليه طبعا زي ما عودتكم باستمرار على المصداقية كان معانا الحلقة اللي فاتت كان معانا اخت ارملة وكانت عندها 44 سنة واستضفناها معانا عشان نبتدي نعرف ظروفها للناس ونبتدي نبتدي نشرح طلباتها للناس على الشاشة وبالتالي كان في لها نسبة كبيرة جدا من الناس اللي تواصلت معنا واللي تواصلت وعندها الجدية في الأمر النهاردة برضو بنحاول قدر المستطاع ان احنا نبقى بنفس المستوى اللي احنا عملناه او اللي احنا بنحاول نسعى ليه احنا النهارده معانا استاذ شريف وهو مطلق عنده 53 سنه وهو محافظه الجيزه وهو النهارده موجود معانا في استضافتنا طبعا اهلا بيك يا استاذ شريف فرصه سعيده بحضرتك وانا طبعا سعيد بوجودك معانا ده في المقام الاول وبتمنى باذن الله ان احنا نكون عند حسن ظنك وعند حسن ظن ربنا سبحانه وتعالى. طيب نتعرف بيك يا استاذ شريف ونبتدي نعرفك بالناس بقى، نقول الاول الاسم مبدئيا شريف ثابت علي اهلا وسهلا بيك، طيب السن كام سنه بقى؟ السن 53 تمام، من الجيزه، منين في الجيزه؟ من الحومديه تمام، طيب طبيعه الشغل بقى شريف شغال برضه في نفس المدينه في حلوانديه بشركه السكر تمام صناعات التكامليه اه الحاله الاجتماعيه مثلا مطلق تمام في اولاد او حاجه يا استاذ شريف كان فيه وربنا يا الله خير ربنا يعوض عليك وتبقى باذن الله الفتره اللي جايه يعني كفيله ان ربنا يكتب لك النصيب الكويس شبه. طيب آه. في مواصفات معينه انت طبعا بتسعى ليها وبتدور عليها مثلا على سبيل المثال نقدر نذكر منها ايه في الشخصيه اللي انت بتدور عليها يا شريف انت تكون ارمله او انسة او مطلقه هم بس ما يكونش معاها اولاد تمام السن بتاعها مثلا السن من 32 لحد 40 من 32 لحد 40 سنه مم. مم. طيب حته المستوى التعليمي بتاعك يعني محرك معاك شهاده ايه مثلا مؤهل متوسط ولا فوق متوسط ولا مؤهل عالي؟ مؤهل متوسط مؤهل متوسط، طيب الشغله اللي انت النهارده بتشتغلها في قلب المصنع دي تقدر تفتح بيت النهارده في مستوى الظروف اللي احنا النهارده عايشين فيها ومستوى الدخل اللي احنا النهارده موجودين فيه، يعني عندك شقه خاصه وعندك سكن وعندك شغل خاص؟ عندي سكن خاص شقه تمليك تمام و... انا بقى لي 25 26 سنه في الشركه تمام ده خدت مستوى اول تمام زي الفل طيب هل يا ترى النهارده يا شريف لو في نصيب بمشيئه الله وفي واحده من اي محافظه محافظات القاهره او بره القاهره ده بالنسبه لك هتبقى فيها مشكله لا ما فيش مشكله يعني لو في اي حد من الصعيد لو في حد من من وجه بحري وجه ابلي بالنسبه لك فيها مشكله الموضوع ده ولا انت بتقتصر على المحافظة اللي انت منها لا من اي محافظة عادي طيب في اي طلبات تانية بتبقى انت طالبها في الست؟ تكون تراعي ربنا وتكون ملتزمة تمام وتحافظ يعني على البيت وكده ربنا باذن الله يكتب لك النصيب اللي انت بتتمناه. طبعا يا جماعة زي ما اتكلمنا مع استاذ شريف وزي ما اتكلمنا معاه هو الشكل الواضح من من الامر ان الراجل عنده المصداقية ودليل مصداقيته انا برضو بعرفها للناس والمشاهدين ان احنا النهارده بنحاول ان احنا نتكلم على الملا وبنتكلم بشكل واضح جدا قدام الكاميرا بنقول مواصفات شريف وبنقول مواصفاته بشكل كمان متبوع برقم تليفون ليه وده عشان خاطر ان احنا نسهل على الناس النهارده ان هي تتواصل معاه طبعا احنا بنعمل اعلان لشريف النهارده علشان نبتدي نوصل الصوره بتاعته لكل الناس اللي بتبقى موجوده معانا ونحاول ان احنا نساعد الناس اللي النهارده عندها رغبه في الجواز بان هي تقدر تتواصل مع الشخصيه وتقدر يبقى في بينها وبينه على طول اتصال طبعا النهارده احنا حاطين رقم شريف على الهواء وده لان شريف من ضمن الناس المشتركه معانا واللي كل البيانات اللي قالها النهارده واحنا بنتكلم مع بعض موجوده بشكل واقعي عندنا يعني هو النهارده لما اتكلم عن نفسه قال ان انا اسمي شريف هو فعلا صوره البطاقه والصوره الشخصيه زي ما انتم شايفين الشخص الموجود معانا ليه ملف عندنا ليه برضو كل ما يثبت هذا الامر اللي اتكلم عليه ده حتى من ضمن الحاجات اللي الراجل كان جايبها اخر ترقيه ليه وما يثبت أنه هو عامل في قلب الشغل اللي هو ذكره من شويه اللي هي شركه السكر الحمضيه صح شريف أوه. آه ومن ضمن الحاجات برضو اللي شريف اتكلم فيها معانا آه واتكلمنا فيها مع بعض أنه هو مطلق فلما جينا النهارده شفنا البطاقه ما كانش فيها مذكور قصه الطلاق معلش اسف انما الراجل برضه من ضمن الحاجات اللي جابها شهاده تثبت ان هو النهارده مطلق وان هو منفصل ودي من ضمن الحاجات اللي هو اثبتها لما جه اشترك معانا وبرضه من ضمن الحاجات اللي بذكرها للمشاهدين والناس اللي بتتابعنا النهارده حتى السكن بتاعه لما جه النهارده اشترك معايا جاب لي صوره من العقد بتاع السكن بتاعه ما يثبت انه هو عنده حاجه شخصيه وعنده النهارده مكان يبقى فيه استقرار ليه والزوجة اللي هو بيتمنى طبعا زي ما اتكلمنا برده مع الناس اللي النهارده بتتابعنا واللي بتشاهدنا شريف من ضمن الناس المشتركين ومعنى ان هو النهارده جه اشترك ان هو عنده النيه الجديه في الموضوع ده بدليل زي ما احنا شايفين وزي ما احنا النهارده <applause> اتكلمنا مع استاذ شريف وهو موجود بنفسه معانا في الحلقه. وحب النهارده ان هو يطلع معانا عشان يبتدي يوضح صورته ورؤيته للمشاهدين. طب يا شريف ما كانش عندك تحفظ في ان انت النهارده تطلع معانا على الهواء وتبقى موجود والناس تشوفك، هل يا ترى الامر ده بالنسبه لك كنت انت متخوف منه؟ هل عايزك تحكي على على التجربه يعني في حد ذاتها؟ عادي لا ما فيش حاجه ما فيش مشكله يعني. يعني انت ما حسيتش يعني ان انت هتبقى مكسوف هل الامر في بعض شوية. الناس اه في بعض الناس بتبقى مت يعني عندها حته الخجل وازاي هظهر على الشاشه واتكلم واعرض نفسي على الناس واقول انا طلباتي واقول رغباتي هل ده بالنسبه لك ما كانش محسسك يعني اه كان في احراج شويه م. ولا كان تخوف ان انت هتبقى موجود على الكاميرا ولا كان ايه بالظبط عايزك توصف الحته دي للناس والمشاهدين ايوه يعني كان أول مرة يعني الواحد يظهر في على التلفزيون وكده وبرنامج وحاجة زي كده والناس كلها تبقى شايفاه وعارفاه اه و وكده بس أنت تغلبت على الموضوع ده إزاي بقى؟ أه استخرت ربنا وجيت طيب خير بإذن الله تكون استخراء في محلها ويكون ربنا بإذن الله يسهل لك الأمر طبعا مش هنتكلم على اللي فات بالنسبه لشريف يعني حته الاولاد والحاجات دي هل يا ترى شريف لو في بعض الناس النهارده اللي بتبقى عندها سبيل للجواز وعايزه استقرار وبتبقى عايزه الاستقرار بيتبعه ان يبقى فيه اولاد ويبقى فيه ذريه هل بالنسبه لك فيها مشكله الموضوع ده ان يبقى فيه انجاب فيما بعد حتى لو ما نعم. فيش مشكله هو اساسا الجواز عشان الانجاب اه يعني بعض الناس وكي. بتبقى أساسي بالنسبة لها الاستقرار مرتبط بأن يبقى فيه أولاد وأن يبقى فيه عيشة ويبقى, ويبقى فيه استقرار كامل أوكي. فهو ده مبدأ موجود عندك ما. الحاجة دي بتاعت ربنا يعني آه. يهب من يشاء اناسا ويهب من يشاء ذكورا ويهب من يشاء عقيما تمام زي ما سمعنا يا جماعة من أستاذ شريف إن هو النهارده برضو من ضمن الحاجات اللي هو بيتكلم عليها إنه هو ما عندوش مشكلة في الإنجاب وإن هو عايز بمشيئة الرحمن لو في فرصه ان يبقى في واحده النهارده هتبقى مرتبطه بيه او هتبقى موافقه بالارتباط اهم ما في الامر بالنسبه له ان هو برضو عايز يكون في انجاب بمشيئه الرحمن ودي انا بحاول ان انا اركز عليها لان في بعض الناس النهارده بتبقى بتبعد عن الجزئيه دي ان هو في ناس بتبقى متخوفه من ان الراجل لا مش عايز يتجوز عايز بس يعني يعني يبقى في نوع من انواع الاستمتاع بدون اي ارتباط او اي حاجه تربطه زي الاولاد او حاجه من هذا الخبير فبالتالي احنا برضو بنوضحها للناس والناس اللي بتتابعنا واللي بتشاهدنا ان النهارده شريف عايز واحده وواحده تبقى على نفس المستوى اللي هو اتكلم فيه سنها من 30 لحد 40 سنه شريف صح كده اه وان هي تقبل بالوضع ان الاقامه هناك عندك في قلب الـ المكان اللي انت منه اللي هو سكر الحرم ده دي. طبعا لان انت شغلك في نفس جل. المربع السكني نفس المربع العملي اللي انت بتشتغل فيه. انت عشر دقائق بينه وبين من الشغل. تمام. السكن اللي انت موجود فيه هل يا ترى للناس اللي مش عارفه هل يا ترى المنطقه اللي انت موجود فيها دي هي منطقه مثلا نقول عليها شعبيه؟ هل نقول عليها ريفيه؟ هل نقول عليها منطقه مثلا راقيه؟ مساكن عشان نوضحها للناس في بعض الناس تسمع كلمة الحوامدية أو فتتخيل إن دي أراضي زراعية وإن دي بقى يعني حاجة زي ما بنشوف كده في لا التلفزيون لا. هل يا ترى هو ده اللي موجود عندكم ولا هي منطقة شعبية عادية منطقة عادية يعني من المناطق العادية يعني تعتبر تصميم تبع الدولة تبقى زي ما بنقول كده مساكن ولا هي بتبقى أشخاص لا مش, مساكن. بت... مش مساكن لا هو برج أنا شا... ساكن شقتي في برج آه يعني العمارة اللي أنت موجود فيها مثلا ارتفاع الأدوار فيها كام دور؟ 12 دور 12 دور وأنت في الدور الكام؟ انا في الدور الثالث بعد الدور الثالث أه طبعا أنا ليه بسأل السؤال ده عشان برضه أوضح للناس اللي النهارده بتتخيل إن الحوامدية إن دي منطقة مثلا ريفية ولا حاجة لا يا جماعة هو المكان أه, اه ممكن يكون مسموع عند بعض الناس زي البراشين زي الحتت اللي هي قريبه من المحافظه اللي هو منها ان هي, هي مش منطقه ريفيه ولا حاجه هي منطقه سكنيه وبحكم ان هي في مصانع هناك كتيره فهي تعتبر من المساكن اللي هي نقول عليها متوسطه الدخل او متوسطه المعيشه يعني فحبينا نلفت نظر الناس اللي بتتابعنا ان هو النهارده بينه وبين بينك وبين مثلا المنيب قد ايه او بينك وبين الجيزه في حدود قد ايه مثلا شريف بالعربيه؟ ثلث ساعه تلت ساعه بالظبط اه طيب احنا زي ما اتكلمنا برضو يا جماعه هو ما عندوش مشكله في ان يبقى في ارتباط من اي محافظه من محافظات مصر وزي ما اتكلمنا مع الشريف هو اهم ما في الامر بالنسبه له ان هي تكون بدون اولاد وبالنسبه له عايز واحده تبقى عندها فعلا الجديه في الامر وعندها الاستقرار وربنا باذن الله يكتب لك النصيب يا شريف بمشيئه الرحمن ونبقى عند حسن ظن ربنا فيك بمشيئه الله. شو. طبعا احنا النهارده زي ما استعرضنا النهارده حاله من ضمن الحالات اللي موجوده معانا واتكلمنا عنها واثبتنا الحاله النهارده على المشاهدين والنهارده استضفنا استاذ شريف اللي كان بيتميز بالجراءه زي الحلقه اللي فاتت كان معانا مدام حنين برضو كانت بتتميز بالجراءه وان هي ظهرت معانا على الحلقه وعلى الهوا فطبعا بنحاول نوضح للناس مصداقيتنا الامر في ناس كتيره جدا بتحاول قدر المستطاع ان هي تبتدي تتكلم ان هو عنده مثلا ناس تقبل بوضع الزوجه الثانيه في بعض الناس بتستجذب الناس عن طريق ان هو يقول ان انا عندي ناس عرب او عندي ناس من دول عربيه او في بعض الناس تلاقيها بتعمل اعلانات وبتتكلم عن موضوع الجواز ان هي النهارده تقدر تسافر بره مصر عن طريق فكره الجواز طبعا يا جماعه انا بحاول ان انا اكون صريح مع كل الناس اللي بتتابعنا وعلى كل الناس اللي النهارده عندها, عندها الرغبه في الجواز احنا ما بيجيليش النهارده على مدار الفترات اللي فاتت دي كلها واحده النهارده يكون عندها سكن ده نمره واحد حبيت ان انا الفت نظر الناس اللي بتتابعنا عشان بس نوصل الصوره كامله لكل الناس اللي النهارده ممكن حد يستغل احتياجهم لحاجه ويبتدي يتفاعل مع احتياجهم بان هو يعني يوصل لان هو يعني يضحك على الناس بشكل او باخر احنا على مدار شغلي من 2011 ما جاش قدامي فرصه مثلا واحده خليجيه عايزه واحد مصر ده نمر واحد وحبيت ان انا اصل للنقط دي لان انا دي بتقابلني كتير جدا تلاقي بعض الناس تتصل عليا وبتتكلم معايا ان هو عايز يتجوز واحده خليجيه عايز يتجوز واحده خليجيه وهو مصري وموجود في مصر فليه فبي... بيسعى للامر ده عشان يطلع من دايره ال... الاقتصاد اللي احنا النهارده عايشين فيه والتعب اللي الناس النهارده عايشه فيه ويبتدي يلاقي زوجه مثلا خليجيه تتولى اموره وتساعده في ان هو ينتقل من مصر لاي دوله خليجيه من الدول. طبعا ده يا جماعه مش موجود خالص حتى الناس اللي النهارده لجأت لينا واللي النهارده بتحاول ان هي تشترك معانا من أي دولة من الدول العربية حتى لو كانوا هم مصريين أو غير مصريين بيبقوا عايزين حد على نفس المستوى ومن نفس الأماكن اللي هم بيتواجدوا فيها يعني مثلا على سبيل المثال لو في النهارده اخت مثلا بتشتغل بره مصر وهي مصريه بتبقى عايزه حد من نفس المكان اللي النهارده هي موجوده فيه اذا كانت مثلا من دوله السعوديه بتشتغل فيها او اذا كانت في دوله ثانيه زي الامارات او 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 فبتبقى برضه عايزه حد مصري بس متواجد هناك في نفس البلد انما هي مش هتساعد حد ان هي تطلع بيه من مصر لحد هناك فدي انا بس حبيت الفت نظر الناس ليها وزي ما برضو بلفت نظر الناس لان في بعض الناس النهارده تقول طب انا عايز اتجوز واحده ويكون عندها سكن طبعا انا برضو على مدار شغلي ما جاليش الامر ده خالص وما تعرضش عليا واحنا يعني ليه انا بذكر الحاجات دي عشان برضو الفت نظر الناس والناس اللي بتتابعنا ان مش عايزين حد يبتدي يعني يستغل حاجتنا في الامر ويبتدي النهارده يوصل لنا صوره مش موجوده في بعض الناس برضو بتملي باستمرار بتسالني على الاخوه السوريين بحكم طبعا الازمه اللي موجوده في سوريا وان في بعض الناس النازحين من سوريا لمصر ففي بعض الناس بتبقى بتحب جدا ان هم يتواصلوا مع حد من من اهل سوريا طبعا على مدار الفترات اللي فاتت انا <applause> تقريبا ما جاليش حاله او حالتين من من سوريا وكان كان عندي برضه اخت هي كانت أرملة عندها حوالي خمسين سنة وهي سورية وأنا برضو بحب أعلن عنها النهاردة وبتكلم عنها عشان خاطر برضو أوصل صورتها هي أخت سورية وهي أرملة وطبعا فقدت أهلها كلهم في الحرب وما عندهاش أولاد وما عندهاش أي حد وهي موجودة في الفترة اللي هي اللي احنا فيها واللي احنا بنتكلم فيها مع المشاهدين هي موجودة النهاردة في سوريا ولو في النهاردة حد النهاردة كان على نفس المستوى ويقبل بهذا الامر هيجي يشترك عندي وهبتدي بعد كده نعرفهم ببعض وهنبتدي نتواصل معاهم وهنبتدي نوصلهم ببعض وهو يبتدي يعمل لها الاجراءات اللي هي الورقيه اللي هي الخاصه بالاستقدام. طبعا من ضمن الحاجات اللي النهارده بتلفت نظري ان في بعض الناس بتختلف فيما بينهم، فأنا كل اللي أنا بقدر إن أنا النهارده أقدمه إن أنا بحاول قدر المستطاع إن احنا نبقى موجودين في كل المحافظات من خلال طبعة جديدة بننزل بيها كل شهر، بيبتدي الشخص اللي النهارده مش قادر إن هو يشترك عندي ويدفع قيمة الاشتراك النهارده، إن هو يبتدي يشتري الجريدة ويبتدي يدور على الناس اللي موجودة في قلب الجريدة ويعرض ظروفه على الناس، طبعًا هي دي الهدف من الأمر إن احنا نطلع من الدايرة القديمة اللي هي دايرة إن إحنا نلجأ لخطبة أو نلجأ لمكتب من مكاتب الجواز اللي بتستغل الأمور ونبتدي النهاردة نتحلل من الأمر إن إحنا النهاردة نعلن عن نفسنا بشكل محترم وبشكل يعني يدينا الفرصة إن إحنا نلاقي اختيارات كتيرة في كل مكان طبعا إحنا النهاردة من حكم تواجدنا على قناة فضائية ده بيميزنا عن كتير جدا من الناس اللي النهاردة امتهنت الموضوع بتاع الجواز واللي اتعرف عنهم قصه الجواز بس احنا زي ما قلنا وزي ما عرفنا لكل المشاهدين وكل الناس اللي بتتابعنا بنحاول قدر المستطاع ان احنا نقدم ما هو يعني صادق مع المشاهدين عشان نوصل في النهايه ان احنا نبقى عند حسن ظن ربنا سبحانه وتعالى في المقام الاول والاخير طبعا احنا من ضمن الحاجات اللي احنا النهارده بحب ان انا النهارده اتكلم عنها هو ان احنا لنا صفحتنا على الفيسبوك باسم جريده ارتباط للجواز ومن هنا بنحاول قدر المستطاع احنا نحط فيها بيانات بعض الناس اللي موجوده معانا وبيانات الناس اللي بتبقى موجوده معانا يا جماعه دي ما بنبقاش حاطين بيانات تفضح البني ادم بشكل او باخر احنا بنحاول قدر المستطاع كل الناس اللي بتبقى موجوده معانا وكل الناس اللي بتلجا لنا ان احنا نحافظ على سريه الامور بتاعتهم قدر المستطاع فهتلاقينا بنوثق بالصفحه دي كل الكلام اللي انا اتكلمت فيه يعني انا النهارده لما بقول ان انا موجود من 2011 طبعا احنا لينا حلقات كتيره موجوده على مدار الفترات اللي فاتت دي اللي هيخش على الصفحه بتاعتنا هيبتدي يشوف الحلقه وهيبتدي يشوف حلقه واثنين وثلاثه واربعه وده دليل على الكلام اللي احنا بنحاول ان احنا نوصله للناس اللي بتتابعنا والناس اللي النهارده بتشاهدنا هو ده الامر اللي احنا النهارده والهدف اللي انا النهارده ببتدي اشتغل عليه ان احنا النهارده بنوثق شغلنا وبنوثق الامور اللي احنا النهارده بنعرضها من خلال ان احنا لينا صفحتنا على الفيسبوك باسم جريده ارتباط وهو ده ما هو الا توثيق فبعض الناس النهارده بتخش على الصفحة بتبتدي تتعامل زي ما بتتعامل على الميديا يعني كل واحد يخش ويبتدي يقول بيانات أو يحط مثلا أرقام تليفونات ليه على سبيل أنه هو نوع من أنواع التسلية وحاجة كده لا الصفحة احنا عاملينها العرض الامر اللي احنا بنقدمه بس انما مش معناه ان انا هقبل بان حد من الاشخاص النهارده ان هو يقدر يحط بيانات واحنا مش موثوقين مش واثقين فيها فبالتالي ما نساعدش الناس على الحاجه اللي ممكن تاذي الناس احنا بنساعد الناس اللي فعلا عندها الرغبه في الامر بان احنا نقدم لهم كل ما هو فعلا يتميز بالصدق ويتميز بالجديه ويتميز كمان بالامكانيات لان موضوع الجواز النهارده بقى موضوع مكلف جدا جدا فبالتالى الشخص اللى النهاردة بنحاول ان احنا نساعده لازم قدر المستطاع ان احنا نقدم للمجتمع احسن ما فيه طبعا من ضمن الحاجات معلش اسف من ضمن الحاجات اللي انا برضو حابب ان انا استعرضها النهارده بعض الحالات اللي بتبقى موجوده عندي والمشتركه معايا وبيها بحاول اوصل صورتها للناس ومن هنا عشان برضو المشاهد اللي النهارده بيتابعنا واللي بيشاهدنا يقدر يتواصل مع الحالات دي. احنا معانا كان في الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن اخت دكتوره وهي اتكلمت عن نفسها ودخلت معانا في مداخلة وقالت بياناتها وقالت ظروفها وقالت طلباتها وهي عندها 37 سنة وهي أنيسة من المنصورة وطبعا أنا بعمل الإعلان ده عشان برضو الناس اللي ما كانتش شافت الحلقة اللي فاتت والناس النهاردة اللي بتشاهدنا يقدر يخش على الصفحة بتاعتنا ويقدر يخش على الفيديو ويقدر يشوف كل البيانات اللي هي النهاردة ذكرتها عن نفسها واللي هي قالتها ورغباتها اللي هي كانت بتتكلم فيها عن الشخص اللي هي بتحاول ان هي يعني يكون هو ده فتى احلامها او هو ده زوج المستقبل بالنسبه لها فهي طبعا زي ما قلنا هي اخت من المنصوره عندها 37 سنه هي دكتوره وبتشتغل في مكان كويس جدا حاجه مشرفه ما شاء الله الطول والوزن متناسبين حوالي 170 سنتي ده بالنسبه للطول والوزن تقريبا على ما اعتقد برده 170 175 في الرينج المتوسط للجسم وهي زي ما قلنا كان طلباتها ان هي عايزه حد يكون معاه مؤهل عالي ويكون من اي محافظه من محافظات القاهره او اسكندريه او المنصوره ما فيش مشكله بالنسبه لها ان هي تسافر بره مصر برضو من ضمن طلباتها الأساسية اللي أنا بحاول أن أنا أركز عليها مع الناس اللي بتتابعنا والناس اللي بتشاهدنا أن هي عايزة حد يكون أعزب فقط طبعا اتكلمنا الحلقه اللي فاتت عن اخت كانت موجوده معانا واتكلمت عن نفسها وهي ارمله عندها 44 سنه وهي معاها ولد موجود معاها هنا في مصر وعندها ابن التاني كبير مسافر بره مصر موجود في ايطاليا وطبعا دي كانت موجوده من ضمن الناس اللي كانت موجوده معانا في الحلقه اللي فاتت وهي اتكلمت عن نفسها وعن رغبتها في الجواز وعرضت كل الكلام ده في الحلقه اللي فاتت واتكلمت عن الشخص اللي هي النهارده عايزه ترتبط بيه طبعا في من ضمن الناس اللي كانت موجوده معانا في اخت تاني عندها اربعين سنه وهي من الجيزه وهي معاها ليسانس حقوق وهي ما بتشتغلش بيه بس هي يعني موجوده في البيت وفي نفس الوقت هي علي مستوي عالي جدا وراقه جدا وزي ما قلنا ما عندهاش مشكلة بالنسبة لها في حتة الشخص اللي يتقدم لها ان ما يزيدش سنه مثلا عن 48 سنة وما عندهاش مشكلة في حتة الزوجة التانية طبعا من ضمن طلباتها الأساسية هي مش عايزة تحجب دلوقتي وهي ما بتحبش أن حد يفرض عليها موضوع الحجاب فده كان من ضمن طلباتها من ضمن رغباتها أن لو في شخص هيقبل بالوضع اللي هي موجودة عليه يكون أهم حاجة بالنسبة لها وكانت بتحاول أن هي تركز على الأمر ده معايا أن هي بشعرها وهي زي ما قلنا من شويه هي من مكان راقي جدا وعايزه حد على نفس المستوى الاجتماعي بتاعها وعلى نفس المستوى المادي بتاعها وعايزه الاقامه بتاعتها تكون موجوده في القاهره بس او القاهره الكبرى ويكون في مكان راقي جدا زي ما هي ما بتنتمي النهارده لمكان راقي جدا. من ضمن الناس اللي النهارده موجوده واللي مشتركه معانا هو اخ موجود بره مصر واحنا النهارده اتكلمنا عنه بشكل بسيط هو عنده حوالي 37 سنه وبيشتغل في مجال المقاولات وهو في اصل من الصعيد بس عنده شغله هنا في الغردقه وموجود ليه شغل تاني هنا في القاهره وبمشيئه الرحمن هيكون متواجد معانا في الفتره اللي جايه وهو عايز واحده يكون سن مناسب بالنسبه له طبعا يفضل ان هي يكون بدون اولاد او عندها حتى طفل صغير وتقبل وضع الزوجه الثانيه وهو امكانياته الماديه كويسه جدا يقدر يفتح بيت واثنين وثلاثة وأكثر زي ما اتكلمنا عنه من شوية أنه هو بيشتغل في مجال مقاولات بمعنى آخر أنه هو عنده شغل موجود أو سكن إقامة موجودة في الغردقة وإقامة برضو موجودة هنا في القاهرة فاللي عندها الاستعداد لهذا الأمر تبتدي تتواصل معايا بإذن الله بعد الحلقة ومن هنا نبتدي نشوف الأمر ونبتدي نوصلهم ببعض لو في بعض الأشخاص بتقبل بهذا الوضع طبعا عايز الفت نظر الناس <applause> لحته مهمه جدا بتقابلنا وتملي باستمرار بنتكلم مع الناس اللي النهارده بتكلمنا على موضوع الجواز هل يا ترى النهارده الست لما هتبقى آه زوجه تانية هل هتبقى يعني في مشاكل هل النهارده هتقابل مثلا الزوجه الاولى او او طبعا انا بلفت نظر الناس ان انا آه كل الناس اللي النهارده آه بتيجي تلجا ليا وبتتكلم معايا في موضوع الجواز آه الست اللي ليها آه يعني موافقه ورغبه بان هي تقبل بوضع الزوجه التانية دي بتبقى على اولويات الناس اللي انا النهارده بحاول اساعدها لان عندي ناس كثيره جدا آه بتبقى طالبه مني آه واحده تقبل وضع الزوجه الثانيه فطبعا النهاردة عشان برضو أقدر أوصل للناس بيبقى النهاردة مثلا شخص زي اللي احنا بنتكلم عليه أو بنربيه مثلا النهاردة واتكلمنا عنه أنه هو موجود مثلا على سبيل المثال ليه شغل هو في الاصل من الصعيد وعنده شغل في الغرداء وعنده شغل في القاهره فهي الزوجه الاولى بتبقى موجوده في الصعيد والزوجه الثانيه هتبقى موجوده معاه يا اما في الغرداء او في القاهره حسب المكان اللي هي تقدر تستقر فيه فطبعا بعد المسافات الزوجه الاولى عن الزوجه الثانيه بيمنع الاحتكاك وبيمنع بعض الناس اللي بتبقى متخوفه من ان يبقى في بعض المشاكل اللي ممكن تقابل الناس ببعضها طبعا من ضمن الناس اللي, اللي النهارده حابب ان انا اتكلم عنهم هو اخ برضو للناس اللي ما شفتناش قبل كده والناس اللي ما حصلش نصيب وكانت تابعت الحلقه اللي فاتت احنا برضو من ضمن الناس اللي النهارده مشتركه معانا واللي بندور لهم على حد بره صندوق الناس المشترك عندنا هو اخ هو بيشتغل في مجال الشرطه وهو 44 سنه وهو عقيد شرطه وبندور على حد يقبل وضع الزوجة الثانية وهو بالنسبة له ما عندوش مشكلة في الإقامة إذا كانت هي من الصعيد أو هي من القاهرة هو عنده أكتر من سكن عنده سكن في القاهرة وعنده سكن في الصعيد وهو زي ما قلنا عايز زوجة تانية تكون يفضل ان هي تكون منتقبه تكون جميله مستوى تعليمي كويس حد على نفس المستوى اللي احنا اتكلمنا عنه هو زي ما قلت هو بيشتغل في مجال الشرطه وهو عنده 44 سنه بيدور على زوجه تانية وزي ما قلت يا جماعه عنده سكن خاص بعيد خالص عن الزوجه اذا كان في الصعيد فيش مشكله اذا كانت النهارده موجوده في القاهره عنده برضو سكن في القاهره وعنده سكن تاني برضو في اسكندريه فاللي شايفه ان هو يتناسب معاها تكلمني بعد الحلقه ونقدر نتواصل مع بعض من ضمن الناس اللي النهارده حابب ان انا النهارده اتكلم عنهم هي اخت دكتوره بتشتغل بره مصر في دوله من الدول العربيه وهي عندها حوالي 30 سنه وهي مطلقه وعندها طفلين واللي النهارده هي بتدور عليه حد يكون على نفس المستوى العلمي حد يكون بيشتغل بره مصر ويكون معاه مؤهل عالي ولازم بالنسبه للشخص النهارده اللي هي هترتبط بيه ان هو يكون من ضمن الناس اللي بتشتغل بره مصر آه زي ما اتكلمنا من شويه على بعض الحالات اللي النهارده بتتكلم معانا واللي النهارده بتلجا لنا هل هتقبل بحد من مصر ان هي تاخد حد موجود هنا في في مصر وتبتدي تسفره لا هي كان طلبها اللي هي ذكرته معايا واللي هي كانت بتتكلم فيه بصدده ان هي عايزه حد يكون بيشتغل بره مصر. عشان برضو ألفت نظر الناس عشان محدش حدش يستغل الأمور ويبتدي يوصل صورة بشكل أو بآخر هي دكتورة وبتشتغل بره مصر في دولة من الدول العربية هي في السعودية وعايزة حد يكون النهاردة على نفس المستوى اللي هي بنتكلم عليه إن هو يسن يكون متناسب ما يزيدش عن 37-38 سنة لأن هي يعني تقريبا 30 سنة وزي ما قلت يا جماعة حد يكون مستوى العلمي بتاعه يتناسب معها علميا طبعا وضع الزوجه التانية بالنسبه لها مرفوض هي عايزه حد يكون مطلق زيها او يكون ارمل المهم ان هو ما تبقاش زوجه تانية في برضو من ضمن الناس اللي مشتركه معانا واحده اخت برضو عندها حوالي 43 سنه وهي موجوده في الامارات وهي مطلقه ما عندهاش الا ولد واحد او بنت واحده يعني وهي موجوده في دوله الامارات ومقيمه هناك وعايزه حد يكون مطلق زيها او ارمل سن يتناسب مع سنها ما يزيدش عن خمسين سنه ويكون موجود في الامارات لان زي ما قلت من شويه الناس اللي موجوده واللي مشتركه معانا من بره مصر بتدور على ناس زيهم من بره مصر دي النقطة اللي أنا النهاردة بتكلم فيها مع المشاهدين عشان خاطر برضو أوصل الرسالة لكل الناس اللي النهاردة بتتابعنا مش عايزين حد يستغل الأمور في إن هو احتياجنا إن احنا نطلع من 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 الدوله اللي احنا النهارده موجودين فيها واللي النهارده في بعض الناس كثيره جدا بتعاني بسبب المشاكل الاقتصاديه ان هو يسافر بره مصر فطبعا في بعض الناس بتستغل الحاجه دي في ان هو يقول ان انا اتجوز واحده بره مصر وتطلعني وابتدي استفيد ماديا وان انا النهارده اطلع من الدايره اللي احنا النهارده موجودين فيها فطبعا أنا بلفت نظر الناس إن هي لأ كل الناس اللي النهارده اشتركت معايا حتى لو من بره مصر بتبقى عايزة حد من نفس الوسط اللي هي موجودة فيه. طبعاً من ضمن الناس اللي النهارده إحنا بنتكلم عنهم هو في أخ تاني بيدور على زوجة تانية عنده حوالي 35 سنة بالظبط وهو بيشتغل هنا في القاهرة هو مهندس جيولوجي وبيشتغل في شركة من شركات البترول وزي ما قلت من شوية هو بيدور على زوجة تانية اهم حاجه بالنسبه له ان هي ما يكونش برضه عندها اولاد وسن يتناسب من سنها هو يعني كان كلامه معايا ان هو ما فيش مشكله لو هي مثلا على سبيل المثال اكبر منه بسنه اتنين ما فيش مشكله بالنسبه له المهم ان هي الاقامه هتبقى في القاهره وهو زي ما قلت هو بيشتغل في شركه محترمه جدا وعنده دخل تقدر يفتح بيه بيت واثنين وتلاته فبنتمنى باذن الله من كل المشاهدين ومن كل المستمعين ان احنا نكون وصلنا الصوره اللي كانت النهارده موجوده معانا وهنرجع طبعا تاني للاستاذ اشرف اللي موجود معانا النهارده في استضافتنا وهنركز برضه وهنعيد تاني نفس اللي احنا اتكلمنا فيها اشرف مع الناس عشان خاطر لو كان في حد ما كان شافنا في بدايه اللقاء هستاذنك ان انت تعرف نفسك للمشاهدين تاني وتقول طلباتك ورغباتك تاني عشان خاطر لو في حد من الناس اللي بيشاهدنا واللي بيبتدي يتابعنا شايف ان هو يتناسب معاك يبتدي يتواصل معاك وده سبب عشان خاطر ابتدي ابقى حاطط رقم تليفونك على الشاشه بحيث ان كل الناس تبتدي تتواصل معاك هستاذنك بقى تعرف نفسك بالناس وتعرف ظروفك وتقول طلباتك تاني للمشاهدين اللي بتبقى موجوده واللي بتتابعنا اسمي شريف ثابت عالم الحامديه تمام شغال في الحامديه في شركه السكر ومطلق سني 53 سنه تمام اللي عايزها تكون من 30 لحد 40 تمام ما شاء الله ما انسه او ارمله ما فيش مشكله وكان كان في طفل صغير اه المهم ان الاقامه هتبقى موجوده هناك في قلب المكان في اللي انت فيه اه تمام عشان شغل وكده تمام في اي طلبات تانية شريف حابب ان انت تذكرها يعني عشان برضو لو في حد من الناس اللي بتتابعنا طبعا احنا زي ما احنا شايفين دلوقتي على الشاشه هو في رقم تليفون موجود ليك والنهارده برضو هستاذنك ان انت تعيد رقم التليفون بتاعك تاني للناس عشان برضو تبقى 011 00 931 896 تمام طبعا يا جماعه زي ما اتكلمنا من شويه برضو وبنعيد تاني وبنكرر قدر مستطاع اللي النهارده شايفه نفسها ان هي تتناسب مع استاذ شريف وهتقبل بهذا الوضع طبعا رقم تليفونه احنا النهارده استعرضناه واستعرضنا النهارده شيف بنفسه موجود معانا عشان يبتدي يقول رغبته وطلباته في الاشخاص اللي هو بيتمناها واللي النهارده هو بيدور عليها طبعا من ضمن الحاجات اللي احنا النهارده بنحاول ان احنا نوصلها للناس وهي دي الرساله اللي انا بحاول ان انا الفت نظر الناس ليها المصداقيه كل ما كان البني ادم بيقدم عمل صادق وبيبقى امين مع الناس اللي النهارده بتتابعه والناس اللي النهارده اللي عندها فعلا الجديه في الامر فهو كده بنسهل على نفسنا وبنسهل على الناس اللي معانا الخدمه. طبعا ليه النهارده جبت معايا استاذ شريف واستضافته وابتدينا نتكلم مع بعض على الملا وابتدينا ان احنا نحكي مع بعض على الامر عشان نكسر الحاجز النفسي عند بعض الناس وعند بعض المشاهدين ان احنا النهارده بنقدم خدمه في الاول وفي الاخر هي خدمه محترمه وبتساعد الناس فايه المانع ان احنا النهارده فعلا طالما بنعمل حاجه حلال فقدر المستطاع ان احنا نعلن عن الامر بكل وضوح وبكل شفافيه وهو ده اللي احنا النهارده عايزين نوصله ان احنا النهارده يا جماعه قدر المستطاع بنقدم الناس الصادقة الناس اللي فعلا عندها الجدية في الأمر وهو ده الهدف من الأمر إن احنا النهاردة نعلن عن نفسنا بشكل محترم طالما ما فيش أي حاجة احنا بنبتغيها غير حلال ربنا فطبعا هو ده الأمر الأساسي اللي احنا بنوصله واللي انا النهارده بحاول ان انا ازرعه في كل واحد النهارده بيتابعني وكل واحد النهارده بيشاهدني ان احنا النهارده بنعمل عمل خير، بنعمل عمل صادق، فبالتالي بمشيئه الرحمن هنبتدي نوصل للامر ده وهنبتدي ناخد بيه باذن الله ثواب الدنيا وهنلاقي باذن الله التوفيق باذن الله في الدنيا وفي الاخره من عند ربنا سبحانه وتعالى. طبعا بعض الناس بتبقى متخوفه من حته النهارده ان احنا هنشترك وان احنا هندور بره الصندوق وان احنا هنعلن عن نفس زي ما قلت بوضحها تاني وهوضحها تالت وهعيد عليها باستمرار في كل حلقه بنتكلم فيها احنا يا جماعه لما بنيجي نعلن عن اي شخصيه النهارده من الشخصيات ما بنحطش ليه لا صورة ولا بنحط ليه عنوان معانا في قلب الجريدة ولا بنحط أي بيانات توضح الشخصية احنا بنتكلم في كل حلقة وبنحاول ان احنا نوصلها للناس ان كل شخص النهاردة بيبقى موجود معانا بياناته بتبقى موجودة عندنا احنا بس انما اللي احنا بنبتدي نستعرضه تعرضه واللي احنا بنبتدي نعلن بيه عنه هو ما, ما يحفظ ماء وجهه يعني كل واحده النهارده بنقول ان هي وضعها الاجتماعي اذا كانت انسه او مطلقه او ارمله، اذا كانت النهارده على سبيل المثال بنقول سنها، ان كانت المحافظه بنكتفي بالمحافظه بس مش شرط ان احنا نقول عنوان من ضمن الحاجات اللي احنا بنذكرها للشخصيات اللي هي النهارده المستوى التعليمي لان في بعض الناس بتبقى ليها رغبه في مستوى معين وطلب معين بتبقى عايزه توصل له. في نفس الوقت بنحط المستوى التعليمي عشان خاطر اللي بقى عايز مؤهل عالي وهو مؤهل عالي يلاقي نفس الطلب بتاعه، اللي النهارده مثلا من محافظه عايز من نفس المحافظه مفيش مشكله بنذكرها، اذا كان عايز حد من محافظه تانية برضه بنقولها، اذا كان النهارده تقبل بالوضع اللي احنا النهارده تملي باستمرار بناكد عليه وضع الزوجه التانية او مطلق او ارمل او عايز حد يكون ما سبقلوش الجواز زي ما اتكلمنا من شويه عن اخت دكتوره هي عندها حوالي 37 سنه، شرطها الاساسي ان هي عايز حد يكون أعزف فقط ويكون مؤهل عالي زيها. وبرضه من ضمن الناس اللي احنا النهارده بنتكلم معاهم وبنتكلم عنهم في قلب الجريده بنحط رقم تليفون عشان نسهل للشخص ان هو يعرض نفسه على الحاله اللي هو شايفها مناسبه ليه، فبالتالي الرقم ده ما بيبقاش رقم الشخص اللي هو الاساسي، لا كل شخص النهارده بيبقى مشترك معانا بيجي معاه رقم جديد هو ده الرقم اللي بيدور بيه على الناس اللي النهارده هو عايزها. ولحد ما بيلاقي الامر ولحد ما بيلاقي الطلب خلاص بيكتفي بهذا الامر وبيبتدي يلغي الامر ده طالما الحمد لله ربنا وفقه ووصل للحاجه اللي هو كان بيدور عليه طبعا زي ما قلت يا جماعه فكرتنا ببساطه ان احنا بنحاول نوفق بين ناس كتيره موجوده في محافظات مختلفه عن بعضها ممكن من هنا نلاقي في بعض الاشخاص اللي بتبتدي تلاقي نفسها وت تبتدي تلاقي اختيارها في مكان تاني مختلف خالص عن المكان اللي كان موجود فيه وده اللي احنا النهارده بنحاول ان احنا نسعى له وان احنا بنبتدي نوصل ليه برضو من ضمن الناس اللي النهارده زي ما قلت من شويه عليها واتكلمت عليها معانا برضو اخت عندها حوالي 47 سنه وهي من سوهاج وهي انسه وطبعا سبب تاخير الجواز بالنسبه لها هي إن كان عندها مشكلة إن هي كانت بتراعي أخواتها لان هي كانت الوحيده والكبيره بعد وفاه والدتها ووالدها وبالتالي ده اخر سبب الارتباط لحد ما وفقت ظروفها مع اخواتها وابتدت النهارده كل حد من اخواتها الصغيرين يلاقي له فرصته في الحياه فهو ده كان سبب اساسي بالنسبه لها كان مؤخر وكان عائق ليها وهي النهارده معانا موجوده من ضمن الناس المشتركه وزي ما قلت من شويه هي 47 سنه وهي من سوهاج وهي عايزة حد يكون مطلق عايزة حد يكون أعزب زيها أرمل المهم وضع الزوجة الثانية بالنسبة لها وضع مش مش مقبول ودي من ضمن الحالات اللي احنا النهاردة اتكلمنا عنها واللي احنا النهاردة بنحاول ان احنا ندور على الأشخاص من خلال المشاهدين اللي النهاردة بتبقى موجودة معنا برضو من ضمن الناس اللي موجودة معانا في معنا اتصال تاني ألو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته <applause> يا استاذ انا عاوز أسم... اتكلم معاك بس كده بصراحه اتفضلي <applause> ماشي دلوقتي لو اي زوج لو اي زوج عاوز يرتبط بزوجه ما يظلمش الزوجه الاولانيه تمام وما يظلمش عياله تمام عشان هيفرح بزوجه جديده وعاوز يتجوز ويخش في دنيا جديده وعنده 60 سنه ولا عنده 50 سنه ويظلم القديمه ويظلم عيالها لا ربنا ما يرضاش كده. تمام. وانت سيادتك استاذ محترم. ربنا يخليك. وبين عليك استاذ محترم ناس استاذ كويس. تسلمي تسلمي. ما يجيش لو واحد معاه زوجه قديمه ما تجوزوش زوجه جديده. طيب ماشي انا بس هستاذن سعادتك لو نتعرف بيك الاول يا ام حماده هل يا ترى النهارده كان عندك مشكله معينه؟ في حتة إن الزوج حضرتك اتجوز حد تاني مثلا أو حاجة زي كده وسابك وساب أولادك ولا إيه السبب للمداخلة دي؟ أيوه أيوه أيوه, أيوة, أيوة أنا هقول لك السبب إيه معلش في ناس عندنا كتير بيتجوزوا وبيرموا عيالهم وبيظلموا حريمهم تمام وبعدين أنا 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 عندي ستة عندي 67 سنة ربنا يديك الصحة واخد ربنا يديك الصحة يا رب يعني غيابي واتجوز عليا قاعده بقالي 19 سنه. امم. ومعايا مهندس في السعوديه والله في السعوديه في... ومعايا حماده مقاول معايا دم سمايه ومعايا بنت موظفه هنا في محكمه اسم اول. ربنا يخليهم لك. يخليك وينجيك ويديك الصحه بس بس استحلفك بالله استحلفك بالله. استعيذك بالله ما تجوز راجل الرجالة ما عندهاش ضمير وضميرها ميت وما تجوزش زوجة واحد مع واحدة عشان عيالة انت معاك عيال تمام طيب يا محمد انا عايز اقول لحضرتك على حاجه في بعض الناس بيبقى عندهم خلافات بينه وبين الزوجه الاولى كويس والنهارده بيبتدي مثلا على سبيل المثال في حل من اتنين يا اما هو يلجا لان هو يمشي مع واحده او يبتدي يعمل علاقه غير شرعيه مع واحده ولا يبتدي يروح يتجوز واحدة تانية عشان يهرب بالمشاكل اللي بتبقى موجودة معاه في البيت وهو عنده الإمكانيات المادية حل الموضوع دي انت شايفها ازاي يعني أنا بكلمك حط نفسك مطرحي واحد جالي بيقول لي أنا عندي مشكلة ما مع مراتي كويس وأنا منفصل عنها وسايبها وعندي الإمكانيات المادية أن أنا أفتح بيت تاني هل النهاردة أساعد الشخص ده اللي يقدر يفتح بيت تاني في الحلال ولا اسيبه يبتدي يسعى في ان هو مثلا يعمل الامر ده بشكل يحرمه ربنا سبحانه وتعالى الحل ايه قولي لي الحل في الموضوع ده نعم طب طب بالله طب على النبي بقى علي علي. افضل الصلاه والسلام يا استاذ يا باشا يا, يا استاذ يا باشا مفيش راجل بيتكلم الحق او يتجوز واحد هات زوجة هات الراجل قدام الشفت ويشوف من اللي غلطان لكن تجوز كده من غير بكلامهم مفيش راجل صادق ما فيش واحدة بتقول يا رب تعيشني وكل واحدة عاوزة تعيش وتربي عيالها تمام ولا لا يا أستاذ تمام بس أنا برضو ليه استفسار صغير يعني هل يا ترى النهاردة زوج حضرتك أو طليق النهاردة لما حصل الانفصال وحصله غيابي هل كان في انفاق على الاولاد ولا لما حصل الانفصال بطل ينفق على اولاده، وبطل ينفق على حضرتك، وبطل يفتح البيت، ايه اللي حصل بالظبط اشرح لنا الحته دي عشان برضه افهم هل يا ترى فعلا لما حصل الانفصال الاولاني اللي حضرتك النهارده مريتي بيه كان في يعني تعنت من ناحيته بان هو خلاص قطع كل ما هو يلتزم به الاب ناحيه ابنه ولا ولا الدنيا كانت ماشيه ازاي؟ لما سابنا ومشي ما رضاش يدينا مصاريف. بصراحه انا قعدت اخد منه كل اسبوع 300 جنيه لما رحت سالت المحامي عشان اشتكيه عشان اخد منه حقوقي قال لي بعد سنه انا قعدت اخد منه 11 شهر عشان ربنا الكلام ده اتحاسب عليه قعدت اخد منه فلوس 11 شهر وبعد كده رحت شكياه خدت من معهد ناصر 300 جنيه قعد يطعن قصادي لما لما فرق 20 جنيه بقيت اخد 280 اقسم بالله انا غفلت اشتغلت في البيوت عشان اربي عيالي عامة طبعا يعني انت على دماغنا من فوق ورسالتك وصلت واتمنى باذن الله ان يعني احنا بنحاول قدر المستطاع ان احنا برضو والله يعني نعمل اللي انت بتقولي عليه بس انا غصب عني يعني بلاقي في ناس كتيره جايه تقولي لي شرع ربنا حلل لنا مثنى وثلاث ورباع وانا النهارده بدور على ان انا النهارده امكانياتي تفتح لي بيت واثنين وثلاثه وانا النهارده عايز اعمل كذا فانا ببقى مضطر ان انا النهارده اساعده لان انا يعني شايف ان في مشكلة ما ممكن تلاقيها بتقابلنا ان احنا نلاقي ان الشخص النهاردة لجأ لطريق او الاخر فانا طبعا انا وصلت رسالتك واخدت المكالمة كاملة وسبتك تتكلمي زي ما انتي ما عايزة وحكيتي الظرف بتاعك بس انا والله صدقيني انا بتمنى ان احنا نسعى في الخير ما نسعاش في اي حاجة غير كده شكرا ليكم وشكرا لاستماعكم واتمنى باذن الله ان احنا نكون عند حسن ظنكم شكرا